اسمعي، مش عارفه اقول لكم وحشتوني الى اي درجه. كل تفاصيل دودة كتب وحشاني، من اول فكره اني اقعد اكلمكم كده سون فاسون قدام الكاميرا، لحتى العمليه الممله البطيئه بتاعه مونتاج وانتظارتي ايدي ترفع الحلقه، للمرحله الجميله بتاعه الحديث معكم من خلال اللايف شات او قراءه كومنتاتكم اللي بتسيبوها لي بعد كده لحد الحلقه اللي بعدها ما بتنزل. الفتره اللي فاتت شهدت تغيرات عاصفه، مش بس في حياة العالم ولكن في حياتي أنا كمان، ولسه في حاجات بتتغير ولسه في حاجات هتتغير الفترة الجاية. النهاردة أنا بكلمكم من بيتي الجميل السوغنطت في مدينة النور باريس. أنا هنا بالضبط بقالي 8 أو 9 أيام، وهو ده تحديدا السبب الأكبر لاختفائي الفترة اللي فاتت، اللي هو التحضير للسفر، إن أنا كنت بعمل ده وفي نفس الوقت بشتغل وفي نفس الوقت بذاكر، فكان الموضوع صعب حبتين ثلاثة. امبارح مثلا شفت إن أنا وأنا داخل أغسل سناني إني بغسلها بكريم الشعر مش بمعجون السنان. لو ما شفتوش الصورة على تويتر أديني قلتلكوا، وبالمرة لو متابعيني على تويتر ممكن تبقوا تروحوا تبصوا هناك عشان تعرفوا في حالة أي اختفاء مستقبلية أنا فين وبعمل إيه. طبعا باريس الحقيقيه اللي هي مدينه للمعيشه مختلفه خالص عن اي باريس انا عرفتها خلال فترات او زيارات السابقه، ان انا جيت قبل كده في حاله من اتنين، يا اما جايه اتمرقع واتفسح، يا اما جايه في بروجرام محدد وفترته معلومه من اولها لاخرها وعندي جدول واضح وناس عارفه اني بقابلهم. فتعاملي والتعاطي بتاعي مع المدينه في هذه المره مختلف، لان انا عارفه اني قاعده هنا شويه مش جاية زيارة خاطفة لكام يوم او حتى كام اسبوع. وبعيدا عن كل حاجة، هي باريس بتاعة الكوفيد مختلفة خالص خالص عن اي باريس اي حد يعرفها في اي وقت. كل الحاجات مقفولة، المتاحف والمحلات والمطاعم والكافيهات، ولا يوجد غير المباني الجميلة جدا بتحدق الينا ونحدق اليها ونفضل كده نبص لبعض من بعيد لبعيد وخلاص. وكارفور فتح. انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا عشان اكمل دراستي الفرنساوي اللي انا بدأتها من سنة وشهر، وقلت لكم وقتها ان انا بدأتها. اخر حلقة عملتها خالص قلت لكم ان انا كنت في بداية البيئة، حاليا انا في نهاية البيئة، وده تطور مذهل وخطير في وقت المفروض انه بيحصل فيه حاجات كتير قوي قوي قوي، فانا سعيدة بده. وعايزة اقول لكم انه بالصدفة اخر حلقة عملتها في دودة كتب كانت بتكلم عن اهداف 2021، وانا النهاردة مبسوطة جدا اني اقول لكم انه كثير من الاهداف اللي انا قلت لكم اني ناوية اعملها بالفعل مشيت عليها، وما كانتش بس بتتقال في حموة العام الجديد والنيو ييرز ريزولوشنز وما الى ذلك. فاول حاجه منهم الاستمرار في تعلم اللغه الفرنسيه، انا جيت لبلدهم نفسها عشان احاول احسن اللغه بشكل اكبر واعمل اكبر قدر ممكن من البراتيك مع الاشباح الغير موجودين في اي حته، لان مفيش اي حته نعمل فيها براتيك. اتصور قريبا هعمل لكم تور في البريزيدنشال سويت اللي انا قاعده فيه، لا لشيء الا عشان اوريكم ان مفيش شخص عادي بيجي لباريس وبيسكن قدام تور ايفل وبيتقابل مع طباخ وسيم للغايه ساكن فوقه او ساكن تحته وبيقعوا في قصه حب مدهشه زي ايميلي ان باريس، الا لو كان اسمه ايميلي واشتغل في باريس في حته روشه مع ناس روشين. لا بس حقيقي والله البيت لطيف خالص، بس هوريه لكم لما يبدا الديكور يبان شويه او ملامحه تظهر. هوريكم الكتب اللي جبتها معايا وهوريكم الحاجات اللي بشتريها من وانا هنا علشان تدي للبيت شوية دفء وشخصية. استكمالا للكلام عن اهداف السنة اللي كنت كلمتكم عنها في الحلقة الاخيرة من دودة كتب، اللينك بتاعها في الديسكريبشن لو ما شفتوهاش ممكن تروحوا تشوفوها. كنت برضو كلمت عن انه عايزة اقل استخدامي للسوشيال ميديا وللتليفون والايباد والكمبيوتر بشكل عام، وده حقيقي مستمر. كل يوم عندي على الاقل 1 or 2% اقل في السكرين تايم، وده شيء انا سعيدة بيه جدا. ايضا من الاهداف اللي كنت قررتها وماشي عليها بصورة كويسة، مش عظيمة بس كويسة، هو الاستماع للبودكاست او الاعتياد على الاستماع للبودكاست بشكل مستمر اكتر. فحاليا انا بسمع او بقالي مدة بسمع بودكاست اسمها How I Build This بتاعت جي راز، ودي بودكاست تعرفت عليها لانه الكتاب العربي بتاع هذا المقدم صدر مؤخرا، يعني الترجمه العربيه لكتابه How I Built This نزلت مؤخرا بالعربي، تقدروا تقروه بالعربي لو عايزينه، هي فيها تلخيص تقريبا للبودكاست دي. وباختصار هو الراجل ده بيجيب رجال وسيدات اعمال ناجحين ويتكلم معاهم عن ايه الوصفه السحريه او العادات اللي بيعملوها او سر النجاح بتاعهم. فاحيانا بيكون في كلام كتير كليشيه، ولكن في كلام او تفاصيل صغيره ودقيقه مثيره جدا وملهمه جدا اذا بس ركزنا فيها. فالبودكاست موجوده على ابل بودكاست، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن لو عايزين تروحوا تبصوا عليها.
على صعيد اخر، وطبعا نتيجه لكل الحاجات اللي كانت بتحصل الفتره اللي فاتت ما كانش في وقت قوي اني امسك كتاب اقراه، ولكن نتيجه لاهتمامي الشديد وتعلقي الكبير والادمان اللي بقى عندي للكتب الصوتيه، ونتيجه لانه الكيندل دايما في جيب الجاكيت الكبير بتاعي شويه، ده خلى انه في اضيق الاوقات حتى ما فيش يوم عدى من غير الاطلاع على كتاب لطيف يسند ويزق معانا اليوم علشان يمشي. فهو عدى تقريبا الربع الاولاني من 2021، قرات فيه اقل بكتير من السنه اللي فاتت، ولكن القراءات كانت متنوعه وجميله وحلوه. النهارده بتاعي ممكن اعمل معاك راب اب كده، قريت ايه الفتره اللي فاتت، يعني مش هتكلم عن كل اللي قريته، انا قريت حوالي 20 كتاب، فهكلمكم بشكل سريع عن ايه الحاجات اللي انا قريتها، وبعد كده في الحلقات القادمه نبقى نتكلم بتفصيل اكبر عن كتب بعينها او ثيمات معينه. طبعا زي ما بقول لكم انا ركزت قوي على الكتب الصوتيه، وبالتالي كانت كتب انجليزيه لاني دايما بسمع الكتب الصوتيه انجليزي مش عربي، نادرا لما بسمع كتب صوتيه بالعربي، سواء كان على اوديبل او على ستوري تيل. والحقيقه ان انا سبت لنفسي واطلقت لروحي العنان تختار الكتب اللي تسمعها او تقراها خلال الفتره اللي فاتت دي بدون اي قيود محطوطه، لانه كنت بقرا حسب مزاجي عايز يوديني فين، يعني كنت بقرا بشكل عشوائي جدا، وده خلى انه دايما في تزاجة ودايما في مفاجأة بتحصل مع كل كتاب بقراه. فمثلا في اوقات كنت بحس ان انا مضغوطة جدا ومحتاجة اقرا حاجة تبقى مثيرة ومسلية والريتم بتاعها سريع، فوقتها استمعت الى نصيحة الصديقة اللدود شادي بتاع الكتب، ورحت اقرا او اسمع الثلاثية بتاعت بيل هودجز او مستر مرسيدس بتاعت ستيفن كينج حبيب قلبه. اكشلي انا كنت قريت الجزء الثاني من هذه الثلاثيه مع شادي، وبكده السنه دي قريت الاول والثالث، فيعني الموضوع كان ملخبط شويه ولكن ما كانش مؤثر خالص على السير او بتاع الاحداث او تفاصيل الروايه يعني. واوقات تانية كنت بلاقيني عايزه اقرا حاجه روائيه كده، وجبه دسمه ممتعه باسلوب ادبي بقصه وبتاع، فساعتها رحت قريت روايه، سمعت روايه العالم كله بيحكي ويتحاكى عنها وهي فعلا تستحق الضجه اللي كانت مثيره حواليها، اسمها The Vanishing Half بتاعت بريد برنت، ودي روايه غريبه احب ان انا ابقى اكلمكم عنها في حلقه لوحدها، واتمنى ان يكون في اي مشروع لترجمتها قريبا، فعلا روايه حلوه قوي. وفي حالات ثالثه بحس ان انا عايزه اقرا حاجه عميقه ومؤثره ومش روايه ومش قصه ومش شعر، فاروح الاقيني بقرا كتاب اسمه في جو من الندم الفكري لعبد الفتاح كليتو، كتاب صغنطط كده بس شايفين العنوان، جو من الندم الفكري. فطبعا ايه انا ممكن استمر كده ايه على غرابه كل كتاب او قد ايه كل كتاب كنت بقراه ما كانش ليه علاقه بالكتاب اللي قبله او اللي بعده، ولكن ممكن اكلمكم بدلا من ذلك عن شويه كتب تانية يعني بالتفصيلات ازيد شويه، وبرده هنتكلم عليها بعدين، ولكن كانت من اكتر الكتب السيجنيفيكانت اللي قريتها الفتره اللي فاتت وكان ليها تاثير كبير عليا وعلى مزاجي وعلى قراءاتي اللي قبلها واللي بعدها. لا اكيد مش اللي قبلها، قراءتي اللي بعدها. فمثلا قريت The Soul of a Woman كتاب العزيزة إيزابيل أياندي الأخير، وده كتاب مش رواية، ولكن هو كمان مش سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق لكلمة السيرة الذاتية، فهو مش زي تشيلي بلدي المخترع، ومش زي باولا، ومش زي حصيلة الأيام، لأنه هي بتتكلم في الكتاب ده عن فكرة واحدة وتأثيرها على حياتها. هي بتتكلم عن فكرة النسوية وازاي هي كطفلة في بلد باترياركي زي تشيلي كانت بتتعاطى مع الفكرة من غير ما يبقى ليها ليبل، ما كانتش تعرف ان الافكار دي اسمها افكار نسوية، وبعد كده ازاي فضلت تتعاطى معاها وتاخد وتدي كده طول حياتها، وايه الانجازات اللي حققتها في العالم بسبب ايمانها بمجموعة معينة من الافكار، وايه الانجازات الجميلة اللي حققتها مجموعة اخرى من نساء جميلات قويات اخريات ايزابيل تعرفهم سواء بشكل شخصي او بتحكي لنا على قصصهم الملهمة. بس كتاب كان جميل قوي، صغير خالص حوالي 200 صفحة او حاجة، الانجليزية بتاعته سهلة كعادة كتب ايزابيل، وان كنت اتصور ان هو يتم ترجمته قريب لانه عموما كتب ايزابيل ايان دي بتترجم للعربي بسرعة ما بتاخدش وقت. من الكتب اللي اثرت فيا قوي يعني انا قريته 3 مرات خلال الفتره اللي فاتت كان كتاب اسمه حتى اتخلى عن فكره البيوت للعزيزه للغايه ايمان مرسال، والكتاب كده باين عنوانه بيتكلم عن فكره البيوت او الانتماء، فبتطرح ايمان مرسال تساؤلات زي هل البيت هو مكان ولا فكره، ولو هو مكان هل هو مكان حقيقي عارفين له عنوان ولا هو مكان خيالي،
وفي كل الأحوال هل هو متعلق ومرتبط بوجود أشخاص معينين بيجعلوا من المكان ده بيت، ولا هو بيت في حد ذاته حتى لو فاضي ومفيهوش أي تفاصيل تانية. والحقيقة إنه إيمان مرسال في هذا الكتاب كالعادة يعني بتاخدنا في رحلة، فزي ما رحنا معاها مثلا في عنايات الذات في رحلتها للبحث عن عنايات الذات والبحث عن حاجات كتير في تاريخها الشخصي خلال بحثها عن عنايات الذات، في الكتاب ده احنا بنروح معاها في رحلة، بس بنروح نتخلى أو نحاول نتخلى عن فكرة الانتماء أو البيوت بالمعنى التقليدي الاعتيادي. هي نصوص أدبية مش شعر، ولكن مش قصة أو مش سيرة. هو كتاب مدهش، أنا حقيقي قريته 3 مرات في يوم واحد وبنصح بيه بقوة، خصوصا لأنه أنا بعد الانتهاء منه لقيت أنه عندي تساؤلات أكتر من اللي كنت أساسا داخلة الكتاب بيها. وده معناه أنه كتاب حلو، لأنه دايما الكتاب الحلو بالنسبة لي هو الكتاب اللي بيخليني أسأل أكتر ما بيديني إجابات، وهو قطعا إيمان مرسال ما ادتش إجابات. الكتاب التالت اللي ممكن أكلمكم عنه النهاردة سريعا كده، هو كتاب لسه مخلصاه النهاردة الصبح actually، بس قررت أن أكلمكم عنه لأنه مختلف خالص عن القراءات اللي أنا بقراها عادة. ولو تفتكروا برضه في الحلقة الأخيرة اللي أنا كنت عملتها، اللي أنا عمالة بكلمكم عنها كل شوية، كان من أهدافي السنة دي إن أنا أقرأ كل فترة كتاب بيكون خارج مجال قراءاتي عادة. فهو الكتاب ده من أكتر الحاجات اللي ممكن نقول إن هو مختلفة عن اللي قريته قبل كده. الكتاب اسمه Surrounded by Psychopath لتوماس إيركسون. توماس إيركسون كان عنده كتاب قبل كده بالسيلر كسر الدنيا اسمه Surrounded by Idiots، وأعتقد إني بسبب هذا الكتاب هروح أقرأ Surrounded by Idiots. كتاب تم ترجمته مؤخرا للعربي بعنوان محاط بالحمقى، ما بصيتش على الترجمه بس انا ما بصيتش على الكتاب نفسه فما اعرفش، مش هقدر اقارن. ولكن المهم انه توماس إيركسون ده خبير علاقات وتواصل ايا كان ما يعني ذلك، فهو في هذا الكتاب بيتكلم عن سمات الشخصيات السايكوباتيه وازاي نفرق، نقدر نفرق ما بين الشخصيات السايكوباتيه بجد او الناس اللي عندها بس شويه سمات سايكوباتيه بس هم مش سايكوباتيين، سايكوباتيين. وبيتكلم انه وفقا لاحصائيات كتير جدا فالشخصيات السايكوباتيه دي موجوده اكتر ما احنا متخيلين حوالينا، احنا دايما بنتخيل ان هي حاجه نادره ورير لكن هي حاجه متكرره، وانه السايكوباثي مش مرض نفسي له علاج واضح و يعني حد ممكن يمشي على برنامج علاج وبكده حسن، والشخص السايكوباتي ده يفضل سايكوباتي طول عمره. وانه السايكوباتية احنا احيانا بنبتذل الكلمة بان احنا بنتكلم على كل الشخصيات الشريرة بان هي شخصيات سايكوباتية، ولكن انه السايكوباتي اصعب واعقد من ذلك بكثير. والمهم ان هو بيتكلم انه ازاي لو في شخصية فعلا سايكوباتية في حياتنا نقدر نحمي نفسنا نفسيا اولا من الاذى النفسي اللي هي بتتسبب فيه، وماديا وبدنيا من الاضرار اللي ممكن تلحق يعني ده، سواء كان ده في سياقات عملية لأنه ده تحديدا مجال تخصصه، هو مجال الشركات بيروح هناك ويقول لهم انتوا ازاي بتتعاملوا مع بعض وازاي نخلق بيئة عمل ألطف وأهدى وبتاع، أو في العلاقات بقى الشخصية، العلاقات العاطفية، العلاقات العائلية، أو أي منحة تاني من مناحي الحياة. الحقيقة الكتاب ده أنا سمعته بعد سماع كتاب تاني كنت بسمعه الأسبوع اللي فات اسمه Dream House، وده كتاب جميل وحزين ومؤلم للغاية لكارمن ماشاندو، بتحكي فيه عن علاقة عاطفية abusive كده ومؤذية جدا. وانا اتصور من يعني بعد ما surrounded by psychos او psychopath انه هي كانت علاقة مع شخص psychopathy جدا جدا، فالكتابين كانوا بشكل ما complementing لبعض، او قراءة الكتاب الاولاني اللي بيحكي عن تجربة ذاتية وكده قراءة عن الموضوع بشكل شوية analytical وعلمي فسر امور يعني جت بالصدفه، بس كانت صدفه حلوه. انا بقرا كتب غريبه قوي من ساعه ما جيت باريس، يعني حاجات ما لهاش اي علاقه بان الواحد بيبتدي حياه جديده يامل ان هي تكون جميله او حاجه. وايه تاني؟ وحاليا انا بقرا السمان والخريف لنجيب محفوظ، لسه رحلتي مع نجيب محفوظ مستمره وامتنع عن التعليق عندها عنها لحد ما اقدر اجيلكم كده بكلام سوليد وقوي اتكلم عن المشروع بشكل اوضح، مشروعي انا معاه وقراءاتي ليه. انا بس اللي اقدر اقوله لكم ان انا سوفار بقرا بشكل بقرا كتب نجيب محفوظ بالترتيب الزمني ليها، فيعني السمان والخريف هتخلص، قبلها كنت بقرا اللص والكلاب، وبعدها لسه مش عارفه هقرا ايه. الجابس اللي في النص راجعه لان انا قريت حاجات بدون ترتيب قبل كده خلال السنه اللي فاتت، ولكن السنه دي انا قررت ان انا
امشي بالترتيب الزمني. وفي نفس الوقت عندي حوالي 3 او 4 كتب حلوين جدا بداتهم، ولكن الزمن لم يسمح جميل للانتهاء منهم، واتصور اني هرجع يا اما ابتديهم من الاول واخلصهم، يا اما هكملهم لو هو الموضوع مش مستاهل اني ارجع من الاول عشان اخلصهم. منهم مثلا على سبيل المثال الحصر روايه عظيمه جدا اسمها رامبو الحبشي، وهي احدث روايات حاجي جابر. حاجي جابر كاتب اريتري جميل، قريت له روايتين قبل كده والحقيقه ما خيبش ظني فيهم خالص. رامبو الحبشي مدهشه، بتحكي عن الشاعر الفرنسي الشهير رامبو لما كان قاعد في الحبشه، وعن علاقه جميله ربطته او علاقه غريبه ربطته بامراه حبشيه جميله. فقصه كده اللي هي ايه الانتولد هيستوري اوف رامبو. كتاب تاني اللي بقراه وحلو جدا حقيقي حلو جدا هو السيرة الذاتية المدهشة لسوزان طه حسين، زوجة طه حسين، عن طه حسين، اسمه معك. وده كتاب موجود مجانا على مؤسسة هنداوي، تقدروا تداونلودوه وتقروه لانه هو الرايتس بتاعته افيلبل يعني. وبقرا كذا حاجة تانية والله والله حتى مش عارفة اعد هو ايه الحاجات التانية اللي بقراها. بقرا كتاب واي اي لطيف عشان اجهز حلقة عن الواي اي كتب اليونج ادلتس بالعربي، وبقرا كتب عن نجيب محفوظ وانا بقرا نجيب محفوظ يعني. وبحاول اقرا اليوميات بتاعت فرانسوا ساغان بالفرنساوي. انا لازم اتابع معاكم تطورات هذا الموضوع، يعني مش عارفه هنجح في ده بشكل قد ايه، لكن هو اول كتاب فرنساوي جبته في باريس، اكشلي حد جابه لي هديه، وحقيقي مهتمه جدا ان انا اقراه قبل ما ارجع بلدنا لو رجعت بلدنا قريب يعني، او رجعت بلدنا بعد كتير. بس كده انا مبسوطه جدا ان رجعت اعمل حلقات. الاسبوع الجاي هكلمكم عن الات اللايف، انا مأجله الحلقه دي بقالها كتير قوي، ولكن اعتقد انه ممكن اتكلم عليها الاسبوع الجاي، في ناس كتير كانت مستنياها. فما تنسوش تعملوا سبسكريبشن لو انتم مش عاملين سبسكريبشن، وده هيبقى شيء غريب قوي ان انتم تبقوا مستنيين الحلقه ومش عاملين سبسكريبشن، او دوسوا على الجرس عشان يجي لكم نوتيفيكيشن اول ما الحلقه تيجي. ايضا الحلقه الجايه هيكون فيها مفاجاه او هديه صغيره كده للتعويض عن الغياب الطويل اللي حصل الفتره اللي فاتت، فحاولوا ان انتم تيجوا تتفرجوا على الحلقه كلها وتاخدوا الهديه في اخر الحلقه، او انا ممكن اكون طيبه واديها لكم من اول الحلقه مش عارف. وبس استنوا الاسبوع الجاي في حلقه جديده من دون الكتب. شكرا، ميرسي بوكو. انا بلبس النضاره بتعمل ريفلكشن، بس دي النضاره الجديده بتاعتي.